ايه ليلى ده؟ في ايه؟ يعني ايه تبقي في المستشفى من امبارح ومحدش يعرف؟ احكي لي ايه اللي حصل؟ شريف الحسيني ماله؟ هو اللي عمل فيا كده. يعني ايه؟ ازاي عمل فيكي كده؟ بعد ما وصلتني امبارح بالليل تحت البيت طلعوا عليا بلطجية، ضربوني وهددوني وقالوا لي شريف الحسيني بيمسي عليكي. ايه ده ايه ده؟ ايه البلطجة دي؟ وازاي مفيش حد في الشارع لحق؟ الشارع كله كان فاضي، ما كانش في حد. بعد ما فقت لقيت نفسي هنا لوحدي. انا لازم اطلب البوليس. لا يا طارق ما تعملش كده. في يا ليلى، انت خايفة ولا ايه؟ خايفة. طب فهميني بس، شريف الحسيني يعمل كده ليه اصلا؟ دي حكاية طويلة قوي. ايوه حكاية طويلة ايه يعني؟ انا تعبانة مش قادرة اتكلم. طب خلاص هدي نفسك، هدي نفسك. ازاي يا ليلى؟ ازاي ليلى تقضي ليلة كاملة في المستشفى لوحدك ومفيش حد؟ انا طول عمري لوحدي، بس عارف اول مرة احس ان انا وحيدة بجد. لا مش وحيدة، انا معاكي اهو، انا معاكي. بس انت برضو يا ليلى على طول عاملة لنا فيها سبع رجالة. يعني سبع رجالة؟ عارف لما ضربوني ما كنتش قادرة اتنفس، صعبت عليا نفسي، كنت حاسة ان انا بموت. بعد الشر يا ليلى، ان شاء الله هتقومي وتبقي كويسة، تلاقينا كلنا حواليكي، كل اصحابك. صحابي؟ عارف لما طلبوا مني رقم في المستشفى ما لقيتش حد اديله رقم، اديت لهم رقمك انت. تلاقيش من حاجة، والله هتبقى كويسة، بس بالهداوة كده فاهميني، يعني ايه بعتوا بلطجية يضربوكي في وسط الشارع؟ ايه اللي حصل؟ عصام الهواري اللي خطط لكده بعد اللي قلته في النيابة. ايه اللي قلتيه في النيابة؟ مهما كان اللي قلتيه ما يوصلش البلطجة من المنظر ده. طارق انا خايفة. بس انا برضو مصمم ان احنا لازم نعمل محضر، البلد مش سايبه. ما تسيبنيش يا طارق عشان خاطري، انا ماليش حد غيرك في الدنيا مهما حصل. يا ليلى، وانا كنت سبتك قبل كده يعني؟ انا معاك، بس في ميتنج كده في البنك لازم اروح اقلبه بسرعه وارجع لك على طول. اوكي، وعارف انك ما بتحبيش اكل المستشفيات، وانا راجع بقى هشوف لك اي حاجه من اللي بتحبيه، عربيه كبده، كشري، ما انت غاوي رمرامه. انا فاهم. ايوه كده اضحكي، مش هتاخر عليكي. ما تتاخرش، مش هتاخر.